كما ذكرنا بانتظار محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي، ربما إنهاء التيسير الكمي، هذا أمر ما حدا مختلف فيه. التوقعات المتعلق بأي إشارة لموعد رفع أسعار الفائدة، هل فينا نشوف حكي بهالموضوع اليوم؟ بتوقع أن الفيدرالي رح يضل على نفس سياسته من ناحية موعد إعلان رفع أسعار الفائدة. الفيدرالي لن يعلن أو لن يضع موعد محدد، وهذا الخطأ الذي ارتكبته جانيت يلين عندما استلمت زمام الأمور في الفيدرالي الأمريكي. بدأت بالتحدث عن مواعيد ومن ثم تراجعت قليلا. نعم، ومن ثم تراجعت. ف الفيدرالي حاليا يفضل عدم الافصاح عن اي مواعيد بالنسبه لماذا برايك؟ ليش خايف؟ مش عم بشوف الارقام كافيه كقوه اعطاها قوه للاقتصاد الامريكي ام ماذا؟ الفيدرالي على المدى المتوسط وعلى المدى القريب يرى انه الاقتصاد في تحسن، ولكن على المدى البعيد الرؤيه ضبابيه جدا بالنسبه للفيدرالي الامريكي. بنعرف انه ميزانيه الفيدرالي تضخمت لمستويات تقريبا 4.48 تريليون دولار خلال فتره السبع سنوات الماضيه، واللي هي بلش عمليه التيسير الكمي. فهون الفيدرالي مش قادر ياخذ قرار صريح بانه امتى موعد رفع اسعار الفائده. بدناش ننسى انه المستويات التضخم ليست عند المستويات المطلوبه، هي ادنى المستويات المطلوبه. هناك في خوف من عوده الاقتصاد الى الانكماش على المدى البعيد وليس على المتوسط، على المدى المتوسط او حتى على المدى القريب. لذلك الفيدرالي يبقي سياسة النقدية، سواء هناك تشدد أو هناك تيسير في السياسة النقدية، يبقيها إلى حتى يكون هناك في بعض البيانات الاقتصادية الجيدة على المدى الطويل، وخصوصا هاني موضوع سوق العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. نحن شفنا هناك في الفوائد اللي جريناها من عملية التيسير الكمي من ناحية النمو، حتى من ناحية البطالة، أو حتى من ناحية ارتفاع أسعار الأسهم، أو حتى ارتفاع أسعار الذهب. شفناها كلياتها كانت في مستويات إيجابية. S&P وصلنا تقريبا من بداية عملية التيسير الكمي وصلنا تقريبا مستويات ارتفع بنسبة 160% أو 163%، وكذلك هذا أثر بشكل أيضا إيجابي على حتى الأسواق الآسيوية. النيكي 225 ارتفع تقريبا على المدى 103% تقريبا هاني. فعلى المدى البعيد لا أتوقع أنه يكون في إعلان بالنسبة لإمتى رح يكون في رفع الأسعار الفائدة. أيضا هاني لا ننسى أنه الأسواق حاليا تترقب هذه الأخبار بشكل هام جدا. احنا نشوف في شوية تحركات عنيفة في الأسواق، وخصوصا مع التصريحات. غدا سيكون في هناك تصريحات ليلن في مؤتمر صحفي ليلن، سيكون في هناك حديث قد تترقبه الأسواق بشكل كبير. طب هو المخاوف في لدى الاقتصاديين الأمريكيين لدى الفيدرالي فقط يتعلق بسوق العمل الضبابية حول هذا الموضوع، أم أن هناك أيضا بعض المخاوف من بيانات تتعلق بالإنتاج الصناعي أو غير ذلك؟ نعم، هناك لابد أنه هذه الفترة أو الفترة القادمة سنشهد بعض البيانات السيئة في الولايات المتحدة الأمريكية. السبب يرجع إلى القوة التي تحلى بها الدولار خلال الفترة الماضية، خلال الثلاث شهور الماضية. لاحظنا أمس دورابل جودز كانت طلبات المصانع كانت سيئة للشهر الثاني على التوالي. بشهر أغسطس شفنا هناك تراجع كان ب 18-18.4، وكان في عندنا طبعا هذا ريفايز من 18.2، يعني لسه للأسوأ. صحيح. فهذا أثر بشكل سلبي على الدولار وعلى الأسواق نوعا ما، ولكن جاءت ثقة المستهلكين في الأسواق وعدلت كانت إيجابية. نعم إيجابية وعدلت هذه النظرة. فبرأيي على كيف المدى تفسر هذا التباين بالبيانات المتعلقة بثقة المستهلكين وبعض البيانات الأخرى؟ نعم، ثقة المستهلكين بشكل كبير يرجع ذلك إلى تراجع أسعار النفط هاني. نحن لما كنا بنتكلم عن مستويات النفط بالنسبة في الولايات المتحدة، عندنا الجالون كان بشهر أغسطس عند مستويات 3 دولارات و9 سنتات، وحاليا في أكتوبر تراجع إلى 3 دولارات و3 سنتات.
أو على المدى الطويل هناك توقعات باستمرار تراجع أسعار النفط، فهذا أثر بشكل إيجابي على مستويات الثقة في لدى المستهلك، الأمريكي، وأنه هناك سيكون في تحسن نوع ما في الاستهلاك بالنسبة للفرد. أنا برأيي هذه جيدة، يعني تراجع أسعار النفط قد تكون سيئة بالنسبة لبعض الميزانيات ولكنها جيدة بالنسبة للمستهلك لكن قد تكون جيدة قد أيضا يكون. للمصانع، إذا ليش ما بتستفيد من المصانع يعني تستهلك كبير كميات كبيرة من الأويل أو الوقود للإنتاج؟ هل هو مرتبط بأنه توقعات نمو الاقتصاد العالمي قد يكون ضعيف في الفترة المقبلة؟ ما يؤثر على المصانع كما ذكرت هاني هو ارتفاع الدولار. ارتفاع الدولار له اثر سيء كان على طلبات المصانع. هناك ارتفاع في السلع، طلبات السلع الاساسيه او في اسعار السلع الاساسيه. لا شك ان تراجع اسعار النفط هذا جيد بالنسبه للمصانع، ولكن لا نستطيع ان ننكر انه ارتفاع الدولار يؤثر ايضا على طلبات المصانع بشكل سيء. عودة إلى ضيفي السيد وليد جرادات، كبير استراتيجي الأسواق في BMFN. سيد وليد، كنت عم تحكي عن الدولار، شفنا ارتفاعات عليه بالفترة الماضية، بس امبارح بعض البيانات السلبية المتعلقة بالتحديد طلبات السلع المعاملة ومبيعات المنازل شفنا على أو بيانات المنازل شفنا على تراجع لأدنى مستوياته تقريبا بأسبوع. شو التوقعات أيضا للدولار؟ محتمل يرجع يرتفع؟ طبعا مقابل العملات، باقي العملات الأجنبية أو سلة العملات الأجنبية، أتوقع أن يكون يرجع الدولار إلى مستوياته ويتابع ارتفاعه، وخصوصا هاني مع استمرار عمليات أو إنهاء برنامج التيسير الكمي من الفيدرالي الأمريكي، سيكون هذا العامل الأساسي. بالنسبة للبيانات السيئة، لاحظنا أن السوق استوعبها ولم يتأثر بها بشكل كبير. يعني مثلا خلينا نقول مقابل الدولار اللي وصل أمس، الدولار مقابل اليورو مقابل الدولار وصل مستويات 127.65 تقريبا، ولكن لم يستطع تجاوز مستويات ال 65، حتى مستويات 70 كانت الهدف، ولكن تراجع عن مستويات ال 30 و 25 مرة أخرى. حتى الجنيه الاسترليني لم يستطع تجاوز مستويات ال 62، وصل 61.80 فقط. نشوف على الشاشة اليوم تراجع أمام كل تقريبا العملات الرئيسية، كلها متراجعة، الين الاسترالي الاسترليني وكذلك الدولار النيوزيلندي. نعم، برأيي أنه الدولار سيعود ويكتسب المزيد من القوة خلال هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم. يعني تعال أسألك، أنه محتمل يرجع يرتفع الأسبوع هذا، في احتمال؟ نعم احتمال، نعم لأنه احتمال اليوم اجتماع الفدرالي أو محضر الفدرالي الأمريكي. نعم محتمل أن يكون لديه بعض الإشارات المتعلقة بأسعار الفائدة قد تؤثر أيضا على حركة بالتأكيد الدولار. بالتأكيد بشكل إيجابي، ولكن هاني أنا بدي أنوه لشغلي، يعني هو توقعات أسعار الفائدة هي ليس من قبل الفدرالي الأمريكي، وإنما هي توقعات من قبل الأسواق توقعات من قبل المحللين بناء على تحركات تاريخية بالنسبة للفدرال الأمريكي من بدء إنهاء عملية التيسير الكمي أو من بدء التحدث عن رفع أسعار الفائدة. كان هناك في حوالي 6 شهور إلى 9 شهور فترة قام فيها الفدرالي برفع أسعار الفائدة مرتين ابتداء من سنة 1994 وحتى عدنا إلى مستويات صفرية في عام 2008 تقريبا. لذلك هي توقعات أسواق وليست هي توقعات فدرالية بصراحة. سيد وليد، دعنا نذهب إلى اليابان، الأسواق الأسيوية. شفنا طبعا الناتج الصناعي الياباني الصيني ارتفع بنسبة 2.7% في أيلول سبتمبر الماضي، طبعا متعافي من الهبوط في الشهر الذي سبقه، دلالة برأي البعض قد تخفف القلق بشأن التوقعات لنشاط المصانع في البلاد ومجمل الاقتصاد. بيانات حكومية أشارت بأنها تأتي عقب انخفاض بلغ 1.9% في أغسطس الماضي. هذه البيانات وضحت بأن المصنعين الذين شملهم مسح للوزارة يتوقعون أن يتراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.1% في أكتوبر الماضي، لكن قد يعود ليرتفع في نوفمبر عند 1%. سيد وليد، كيف شفت بيانات الانتاج الصناعي بالصين وكذلك توقعات بعض المصنعين الصينيين؟ حقيقة يعني الصين تواصل تحقيق المزيد من الأخبار الجيدة حتى بالنسبة للصناعة وحتى بالنسبة للصادرات. برأيي
السيطرة على سعر اليوان يساعد الصين بشكل كبير، وأيضا لا نستطيع أن ننكر تراجع أسعار النفط أيضا لها الأثر الكبير في تحسن الإنتاج الصناعي في الصين. في الصين أيضا نعم، كون الصين من ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه البيانات أنا برأيي ستنعكس أيضا بشكل إيجابي على. عم نحكي عن البيانات الإنتاج الصناعي الياباني هلا. على الياباني نعم، على الياباني. طبعا بشكل عام ستتأثر بشكل إيجابي على المنطقة في الأسواق الآسيوية بشكل عام. بالنسبة نحكي أيضا بالنسبة لليابان، لا ننسى أنه تراجع الين مقابل الدولار له تأثير جيد على السوق طبعا. نعم وصلنا مستويات مستويات 110 تقريبا مقابل الدولار، 110 ين مقابل الدولار. برأيي هذه المستويات كانت ممتازة جدا، وحتى لم نستطع تجاوز مستويات 107 هبوطا الدولار مقابل الين. برأيي حتى على المدى الطويل انه الين سوف نرى مستويات فوق مستويات العشرة، وقد نرى مستويات ال 112 على المدى البعيد، يعني بنحكي بالكثير خلال 12 شهر ممكن نشوف مستويات 112 طيب. على الين. امبارح محافظ البنك المركزي الياباني كورودا حقق او اكد بانه اليابان سوف تحقق معدل التضخم المستهدف عند 2%. طبعا كان له بيان امام لجنة الشؤون المالية ومجلس المستشارين في البرلمان الياباني. برايك من وين مستند على هذه القوة في تحقيق الوصول للهدف المستهدف بمستوى التضخم عند 2%؟ برأيي يعني سياسة التيسير الكمي التي يتبعها البنك المركزي الياباني ستحقق هدفها بالنهاية، كما حقق الفيدرالي الأمريكي هدفه من ناحية من عمليات التيسير الكمي، ولكن الموضوع هو عامل وقتي لا أكثر ولا أقل بالنسبة للبنك المركزي الياباني. أتوقع أنه فعلا الحكومة آبي قادرة فعلا على تحقيق مستويات التضخم عند 2% في الوقت المحدد مع استمرار عملية التيسير الكمي، وإذا كان هناك في حاجة إلى المزيد من ضخ فوق 10 تريليون ين شهريا، فبرأيي أنه البنك المركزي حتى مع المزيد من الضرائب التي قد يفرضها آبي لاحقا. الضرائب لا أتوقع هاني أنه ترتفع 10%، يعني هنا مستويات 8% الفاليو أد تاكس أو الضرائب على المبيعات هي 8%، ولكن لا أتوقع فعلا أنه في القريب العاجل آبي سيرفع هذه الضرائب إلى مستويات 10%، لأنه نحن شفنا بعض الأثار السلبية عفوا على الاقتصاد الياباني. لسنا بحاجة إلى ضغط الاقتصاد أكثر من ذلك في اليابان، فلندع عمليات رفع أسعار الضرائب على جانبا وننتبه إلى فعلا دعم الاقتصاد ونمو الاقتصاد أبي في هذا الإطار. خلينا نروح للجارة الصينية، حيث مشاهدينا ارتفعت أرباح شركات الصينية الصناعية بالتحديد بنسبة 0.4% في سبتمبر الماضي عن مستوى قبل عام، مرتدة عن انخفاض سنوي بلغ 0.6% في أغسطس السابق. سيد وليد في هذا الإطار أيضا، البيانات الصينية كمان هي مستفيدة من تراجع أسعار النفط أكيد. بس إلى أي حد برأيك؟ نحن راح نشوف كمان أسعار النفط مزيد من التراجعات حسب توقعات جولدمان ساكس وغيره من التوقعات. لوين رايح الاقتصاد الصيني في هذا الإطار؟ طبعا كون الاقتصاد الصيني من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر تقريبا أكبر بلد صناعي ومصدر للبضائع وخصوصا إلى أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. برأيي التراجع أسعار النفط سيؤثر كما ذكرت سابقا أنه بشكل إيجابي من ناحية طلبات المصانع في الصين وحتى بالنسبة للإنتاج الصناعي في الصين، وقد نشهد نسبة نمو فعليا فوق مستويات 7% خلال الفترة القادمة. السبب الأساسي أيضا هو كما ذكرت التراجع أسعار النفط التي ستؤثر بشكل إيجابي على الإنتاج الصناعي وحتى على الصادرات الصينية وحتى على الصادرات بشكل عام هاني من قبل الدول المصنعة.
قبل أن نعود والحديث عن الأسواق الإعلامية أذكر بمواردها قبل قليل. نتائج العديد من الشركات منها شركة اتصالات المدرجة في سوق أبو ظبي، هذه الشركة أعلنت عن نتائجها للربع الثالث ارتفاعات بنسبة 22% في الربع الثالث كما ذكرنا. طبعا سوف نعود ونفصل أداء هذا السهم ومزيد من التفاصيل حول نتائج الشركة بعد لحظات. نعود إلى وليد جلدات. سيد وليد، شفنا ارتفاع بالأسواق الأوروبية، ما ردوا أكثر شيء لنتائج بعض الشركات الإيجابية بالتحديد، من هو المؤثر أكثر على الأسواق الأوروبية في هذه الفترة؟ هي النتائج أم كذلك بعض البيانات؟ شفنا في بيانات سلبية من الاقتصاد الألماني، الآيفون الأسبوع الثالث أو الشهر الثالث على التوالي متراجع، كيف تشوف اتجاهات الأسهم الرئيسية أو الأسواق الرئيسية الأوروبية؟ برأيي العامل المؤثر الرئيسي هو نتائج الشركات الأوروبية. البيانات الأوروبية تأتي دائما مخيبة، حتى يعني البيانات اللي كنا نعتمد على ألمانيا فيها تدعم شوية الاقتصاد الأوروبي تأتي دائما مخيبة للأمل. برأيي البيانات وأرباح الشركات، وهذا موسم إعلان النتائج بالنسبة للشركات، هي ما يدعم الأسهم الأوروبية في الوقت الحالي. ولكن اليوم كان في هناك تقريبا الساعة كان في تراجع لأرباح دوتش بانك بحوالي 92 مليون يورو، يعني قد تؤثر هذه أيضا بشكل سلبي نوعا ما على افتتاحية الأسواق. بدنا نرجع ممكن شوي لقطاع البنوك. بدي احكيك عن هذا الموضوع، انه بالتحديد فحص الملاءة المالية للبنوك الأوروبية، عندنا 25 بنك فشل في هذه من البنوك الكبرى فشل، بس يعني يبقى أفضل من التوقعات. كيف شفت هالنتائج؟ وبالتحديد بدي القطاع البنكي الإيطالي كان متأثر عندنا من أصل 25، فعندنا 9 بنوك إيطالية فشلت بهذا الموضوع. نعم، يعني القطاع المصرفي، مع أنه القطاع المصرفي في إيطاليا يمكن يعتبر من أقوى القطاعات المصرفية، ولكن هاني لا ننسى أنه تأثير الأزمة العالمية أنا برأيي ما زال مستمر على البنوك الأوروبية، وخصوصا مع تراجع أسعار الفائدة في على اليورو في المنطقة الأوروبية، طبعا إلى المناطق السالبة والمناطق الصفرية أكثر بشكل كبير، ولم يأخذ فاعليته حتى الآن. وبعض البنوك أيضا ما تزال بانتظار الإعلان عن برنامج التيسير الكمي المجهول، ما يزال مجهول من قبل وما هو حجمه بالنسبة أو آلية تنفيذه عفوا من قبل المركز الأوروبي، نعم من قبل الاي سي بي. برأيي يعني الملاءة المالية للبنوك برأيي ما تزال حرجة في المنطقة الأوروبية، وخصوصا في البنوك، نعلم البنوك اليونانية وبنوك البرتغالية والبنوك، بس كان اليونانية أفضل كان من جهة الإيطالي أو من إيطاليا، لأنه عم نشوف أنه يمكن بنكين بس باليونان. نعم، في بنكين، عم نشوف 9 بإيطاليا، 1 بالبرتغال. نعم، إيطاليا كما ذكرت لك هناك في بعض، لأنه في السياسة النقدية متشددة أكثر، أو البنك المركزي الإيطالي متشدد أكثر من أي باقي البنوك الأوروبية المركزية الأخرى. ولكن نعم، ولكن على برأي على المدى القريب مع توجه الاي سي بي إلى عمليات التيسير الكمي، متوقع يكون طبعا 1 تريليون يورو، برأيي إن شاء الله يكون في تحسن خصوصا بالنسبة لإيطاليا، لأنه إيطاليا تعتبر عصب رئيسي أيضا في الاقتصاد. نعم. تحديد. نذهب بسؤال أخير للدول الناشئة، البرازيل وهي أحدى كمان من القوى الكبار، 10 الكبار في العالم. رئيس البرازيل اللي جددت ولايتها الثانية للمرة الثانية في رئاسة البرازيل عم تواجه برأي المراقبين أكبر تحدي هو إنعاش الاقتصاد. شو المقدرات لدى الرئيسة البرازيلية في هذا الإطار؟ عندها مقومات كافية لإنعاش الاقتصاد الياباني البرازيلي؟ البرازيلي يمكن يعتمدوا على تصدير القهوة أكثر. منيح، بس كل العالم تشرب قهوة. بالتأكيد. طبعا الاقتصاد البرازيلي، طبعا نحن بنعرف أنه من دول البريكس الكبرى في الأسواق الناشئة الكبرى. برأيي لازم يكون العامل أو الهدف الرئيسي لرئيسة البرازيل الجديدة هو محاربة
محاربة الفقر أو محاربة أكثر محاربة الفساد وتوجيه الدعم المالي إلى فعليا إلى الأسواق أو إلى المستهلك البرازيلي. هناك لاحظنا هاني أنه كان في كأس العالم 2014 كان في كثير من الاحتجاجات على تنظيم كأس العالم، وأنه كان في هناك دفع الكثير من النقود لتنظيم هذا كأس العالم، ولكن برأيي رجع بالفائدة أيضا على البرازيل. ولكن برأيي أنه يعني رئيسة البرازيل أمامها هناك الكثير لتفعل لتحسين الاقتصاد إذا فعلا أرادت الاستمرار في ولايتها ورئاستها الحالية.